مدينة دار تعز ريف حلب الغربي 16/1/2013 قصف على المدينة من الطيران الحربي. هذا أحد الصواريخ التي نزل بين الأراضي. بسم الله ونعم الوكيل. نزل بالأرض غموقة مترين ولم ينفجر. ولم ينفجر هذا الصاروخ. لم ينفجر. ترافق هذا القصف مع تحليق مكثف للطيران المدني. حوالي 6 طائرات مرت من فوق سماء مدينة دار تعزي.